اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، برحب بحضراتكم وحلقه جديده من برنامجكم استاد الاهلي. ما زلنا بنستمر في تغطيتنا لمباراه السوبر، مباراه كلاسيكو العرب، منتظرينها طبعا بشكل وشغف كبير جدا جماهير النادي الاهلي وايضا جماهير نادي الزمالك. ولكن لما نيجي نشوف تصريحات النهارده من خلال المؤتمر الصحفي لرئيس شركه رئيس مجلس اداره شركه بريزنتيشن استاذ محمد كامل، بيقول نسب شراء التذاكر بالنسبه لجماهير الاهلي تعدت ال 61% من التذاكر اللي موجوده للجماهير. اعتقد جماهير كبيره جدا تشجع، راح تشجع النادي الاهلي. اعتقد ان هي يعني متاكده ومتحفزه وراح تحتفل بامر الله، وان شاء الله بان شاء الله فوز نادي الاهلي بهذه البطوله، بطوله السوبر المصري اللي بتقام في دوله الامارات. وزي ما احنا شايفين اهتمام كبير جدا بهذه البطوله وفي شكلها العام، خصوصا يعني بعد ما احنا خرجنا من بطوله افريقيا. ولكن يعني زي ما بقول كابتن حسام البدري وفريق النادي الاهلي بيتجهز بشكل كبير لهذه المباراه وعايزين يستكملوا، خصوصا كابتن حسام اللا هزيمه بالنسبه ليه في مباراه القمه عند كابتن حسام هو الهدف بالنسبه له، وايضا الهدف للاعبين الموجودين حاليا في فريق النادي الاهلي. يا رب التوفيق لفريقنا النادي الاهلي، واكيد احنا معاكم من الامارات، تغطيه مستمره من فندق الاقامه، من التدريب، كل التفاصيل موجوده من خلال قناه الاهلي واستاد برنامج استاد الاهلي. هنكون معاكم باستمرار ان شاء الله، نجوم كتير هيكونوا النهارده ايضا موجودين في ضيافه كابتن ميدو ثم ضيافتي بعد كده. طبعا كابتن مروان محسن الهاشتاج اللي احنا اعلناه على صفحه القناه، طمن على مروان، اسئله كتيره ان شاء الله هيكون مروان مع كابتن عبد الحميد حسن بعد لقائي طبعا مع ضيفي وضيف قناه النادي الاهلي استاذ ايمن بدره رئيس تحرير اخبار رياضه. برحب بيك استاذ ايمن، منور قناه الاهلي. انا اللي متشرف ان انا اكون معاك على قناه النادي الاهلي، سعيد ان احنا نكون موجودين قبل 48 ساعه من كلاسيكو العرب. صحيح. احتفال بمئويه لقاء قطبي الكره المصريه الاهلي والزمالك على ارض غاليه على كل المصريين، ارض الامارات، استاد محمد بن زايد، بعد انجاز طيب للكره المصريه في كاس الامم الافريقيه، اجواء احتفاليه ان شاء الله باذن الله تكمل بروح رياضيه ونرجع تاني نكمل الدوري ونحتفل بعوده الكره المصريه لمكانها الطبيعي. يا رب امين. طبعا استاذ ايمن، طبعا بعيد بقى عن حاجه، انت صديقي واخويا الكبير، وبقى الحوار بقى يمشي مش بقى صحفي ولا لعيب كوره او مقدم برامج، لكن خليني يعني نبتدي مثلا بنهايه المشوار بالنسبه لمنتخبنا، ورايك يعني رئيس تحرير الاخبار رياضه والمانشيتات اللي انت على مدار البطوله انت كنت بتحطها دايما للمنتخب، واخيرا في المباراه الاخيره، وهنخش بعد كده المانشيتات اللي انت هتقولها على مباراه السوبر القادمه. يعني هو طبعا المانشيت بيبقى وليد حاله، احساس بينتقل لينا من الجمهور، احساس بينتقل لينا من قرائنا، احساس بينتقل لينا من الراي العام. وطبعا اسره التحرير بنقعد انا طبعا وزمايلي، يمكن طبعا محمد صادق ووائل الزياتي ومحمد الشحات ومعظم اسره التحرير بنتكلم في الموضوع ده. لكن كل المانشيتات اللي كانت على كاس الامم الافريقيه بتنطلق من قاعده الرضا. يمكن احنا بدانا من يعني عدم الرضا مع مالي، او الاول قبل البطوله كان في حاله من عدم التفاؤل، ثم بدانا بعدم الرضا مع مالي الى حاله من القناعه ثم الاجاده ثم الاشاده، الى ان احنا وصلنا الى انه في حاله من الرضا على اداء المنتخب بصفه عامه. صحيح كان نفسنا ناخد البطوله، لكن ما تنساش حضرتك والساده المشاهدين الكرام ان احنا راجعين بعد 3 دورات لم نشارك فيهم. راجعين بعد توقف دوري، راجعين بعد احداث جسام وانتكاسات متتاليه في الكوره وفي مناحي اخرى من الحياه من بعد احداث 2011 المأساويه، فقدنا فيهم زهره من شباب مصر، سواء المقاتلين اللي بيدافعوا عننا الان في سيناء وفي كافه ارجاء مصر، فقدنا شباب لينا في استاد بورسعيد، فقدنا لينا شباب قدام يعني او قبل مباراه الزمالك وانبي. كل هذه الاجواء المأساويه نفضناها وبنحاول يعني نعود تاني مرة أخرى إلى مكانتنا الطبيعية، ولازم نذكر
ابطالنا اللي بيدافعوا عننا واللي خلونا نعيش سعداء واللي بيخلوا الشعب المصري يسهر في الميادين ويبقى فرحان ويسعد بفريقه، وان شاء الله باذن الله القادم يكون احسن ان شاء الله. خلينا نبتدي طب بالسوبر. استاذ ايمن حضرتك يعني مش بعيد عن اهل الامارات، انت عشت طبعا هناك في جريده السوبر صح؟ مجله السوبر الاماراتيه طبعا اللي بتصدر عن شركه ابو ظبي. قد ايه الناس هناك بيحبونا بشكل كبير، بيعتزوا بينا، وجودنا للسنه الثانيه على التوالي في بطولة السوبر والتنظيم الهائل اللي كان موجود السنة اللي فاتت، النهاردة أو المرة دي أعتقد الأمور هتتحسن بشكل كبير، لو كان في أخطاء الأمور هتتظبط بشكل أكبر. يعني الجو العام أنت بتشوفه من خلاله كان وجودك هناك أستاذ أيمن، هم الناس بيبصوا لنا ازاي، خصوصا ان برضو احنا بنتكلم اهلي وزمالك، ده كلاسيكو العرب زي ما احنا بنقول السلوجان بتاعه. يعني هو حضرتك كل المظاهر اللي حضرتك شايفها دي ثمار وظهور لأرضية خصبة، أرضية نشأت على المحبة في علاقات مصر مع الإمارات من سنوات طويلة، يمكن من أواخر الستينات وأوائل السبعينات لما بدأ الله يرحمه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد يؤسس لدولة الإمارات. قبلها طبعا هو كان حاكم أبو ظبي بيأسس لاتحاد الإمارات العربية. كانت الأفكار المصرية والأيدي المصرية وكل الدعم المصري موجود في هذه الفترة، خضب الأرض بالحب، خضب الأرض بعطاء وبعرق رجال اشتركوا مع أخواتهم أهل الإمارات في بناء هذه الدولة. الشيخ زايد رحمة الله عليه أوصى أبنائه وأوصى كل الشعب الإماراتي طبعا وعلى رأسهم الشيخ طبعا خليفة بن زايد رئيس الدولة، الشيخ محمد بن زايد نائب رئيس أو ولي عهد أبو ظبي، كل الناس الموجودين طبعا الشيخ محمد بن راشد، كل هذه القيادات وكل الشعب الإماراتي عارف مكانة مصر وعارف قد ايه الشعب المصري منصهر في قلب الامارات. فالمظاهر الرياضيه اللي بتظهر الان هي جزء من كل جزء من حياه الامارات. يكفي ان اقول لحضرتك ان انا يعني كنا بنعمل مجله سوبر اللي حضرتك تفضلت اشرت اليها، مجله سوبر كانت بتصدر من مؤسسه الامارات للاعلام اللي هي الان شركه ابو ظبي للاعلام، أساس جريدة الاتحاد الزبيانية، جريدة الاتحاد اللي هي بتعتبر الجريدة تقريبا الأولى في الإمارات أو هي الجريدة الأولى فعلا منطقة باسم الإمارات. كل اللي أسسوها أساتذتنا الكبار طبعا من الأستاذ جمال بدوي، الأستاذ مصطفى شردي، الأستاذ جلال عارف، أسماء كبيرة جدا جدا ولا يزال بعضهم يمكن موجود، وأسماء كثيرة جدا جدا موجودة إلى الآن في كافة أقسام الجريدة، وبالتالي وفي طبعا تلفزيون أبو ظبي وما إلى ذلك. فالمسائل يعني ما فيهاش فروق، ما فيهاش جنسيات، فيها أخوة وارتباط دم وارتباط. السنة اللي فاتت لما احنا رحنا يمكن لاعبين النادي الأهلي القدامى لما راحوا وكان ورا الفريق أيضا، أنا عايز أقول لحضرتك أنه أول مدرب لمنتخب الإمارات كان الكابتن شحتة رحمة الله عليه، كابتن شحتة الإسماعيلي اللي هو كابتن محمد صديق عثمان طبعا شحتة، كابتن طه اسماعيل له هناك يعني اسم كبير جدا، كابتن زكي عثمان رحمة الله عليه له اسم كبير جدا هناك، كابتن أبو رجيلة، أسماء كتيرة جدا الحقيقة حفرت أسماءها ويمكن فيهم ناس ساهموا، كابتن محمود الجوهري طبعا راح قد نادي الوحدة، كابتن محمد أبو العز، أسماء كتيرة جدا ولا يزال بعض منهم موجود من المدربين، كابتن أحمد عبد الحليم يمكن عمل برضو اسم كبير وتاريخ كبير مع نادي الوحدة، كابتن حمدي نوح، عايز أذكر لك أسماء الحقيقة، وحتى في كرة اليد كابتن المهندس حسن صقر، كابتن عزمي مجاء، يعني أسماء كتيرة جدا الحقيقة. إحنا رحنا برضو كمصريين على هذه السيرة وعلى هذا العطاء، فاللي إحنا بنشوفه ده تاريخ وارتباط، وطبعا مدرسين مصريين، أطباء مصريين، ناس بيشتغلوا في كل المجالات، فإحنا أهل وإخوة وقد إيه إحنا أعزاء عليهم وهم أعزاء علينا. وموقف الإمارات بان بعد ثورة 30 يونيو العظيمة وإزاي إنه الناس كانت بتحاول إن هي تجذب مصر تاني إلى مستنقع، لكن كان الوقفة الإماراتية مع أشقائنا كانت سنة كبيرة. طيب زي ما خليني يعني هنطلع فاصل، ولكن قبل ما نطلع فاصل هسألك السؤال ونرجع نجاوب عليه إن شاء الله بعد الفاصل، خصوصا إن إحنا حاجة بسيطة يعني مش أستاذ أيمن بدر في المنهج يعني وجود السوبر المصري للمرة الثانية على التوالي في دولة الإمارات، يعني في ناس كانت بتتكلم طب مصر واحنا عايزين جماهير ترجع والشكل يرجع، انت بتشوفها ازاي؟
يعني من خلال وجوده في المره الثانيه خارج دوله او دولتنا يعني مصر في دوله الامارات، وليه ما تعملتش مثلا في دوله ثانيه زي السعوديه، زي بره ممكن في اوروبا مثلا، في جاليات الجاليه المصريه مثلا في اوروبا، في جاليات في انجلترا في فرنسا كثيره جدا، ولكن اختيار دوله الامارات للمره الثانيه على التوالي للاتحاد المصري وايضا لشركه بريزنتيشن المنظمه للسوبر، اعتقد ان في كلام كتير لازم يتقال في الجزئيه دي مهمه جدا، لكن بعد الفاصل كان استاذ ايمن ممكن نتكلم فيها. فاصل سريع ونرجع نكمل مع استاذ ايمن بدر. برحب بحضراتكم مره تانية. كان قبل الفاصل كنت بسال استاذ ايمن على جزئيه ان يعني السوبر مصري ما اتعملش ليه في مصر، خصوصا يعني ان كانت اتعملت في دوله الامارات قبل كده، ليه ما اتعملش في الوقت ده في مصر، لكن تم اختيار دوله الامارات للمره الثانيه على التوالي ان يتم فيها مباراه السوبر ولعب مباراه السوبر كلاسيكو العرب. استاذ ايمن يعني سؤال يعني بيطرح بعض الناس فيه يعني بيتكلموا عليه، ليه ما تلعبش هذه المباراه في مصر وتبقى الامور بدايه مبشره وبدايه تبقى موجوده فيها جماهير، اصل احنا برضو محتاجين مع الوقت مباراه مهمه زي كده، مباراه فيها الاتموسفير حتى والوقت ان احنا راجعين من منتخب مصر والامور حلوه وكنا كلنا في ظهر منتخبنا، الامور اعتقد كانت تبقى اسهل كتير لو انت تم اختيار المباراه تبقى في ملعب مصر يعني. اسمح لي بس اعمل هولد للسؤال بتاعك كده دقيقه واحده. اتفضل. واعزي الكابتن سيد عبد الحفيظ، ما كانش ينفع يعني ان انا ابدا ومعلش انت دخلتني في كده. انا يعني احنا عزينا كابتن سيد، معلش انا يعني لازم اعزيه وادعو لوالده يعني بالرحمه والمغفره ان شاء الله باذن الله تعالى. وقد ايه انا طبعا تابعت هناك وعرفت في اول لحظه يعني، لانه ليا صديق يعني شريف فاروق هو تقريبا معاهم على طول مع الكابتن سمير عدلي، وعرفت قد ايه هو كان حزين جدا جدا ومنهار ويكاد لا يتوقف عن البكاء. فانا بقول له يعني اصبر واحتسب ويعني قل ما امرنا الله به ان لله وانا اليه راجعون، ربنا سبحانه وتعالى يتغمده برحمته ان شاء الله باذن الله يعني يتلقى واجب العزاء. يعني واعتقد ان هو من الشخصيات كابتن ان شاء الله يعني باذن الله تعالى يعني عنده قوه في الشخصيه ايضا، ولكن بس طبعا هو الحقيقه انا سمعت طبعا كان والده كان دايما واقف في ظهره باستمرار ومع اخواته، فطبعا لا يعني انا فعلا تأثرت لما قالوا لي ان هو كان يعني منهار من البكاء ويعني حتى لحد لحظات سفره، فان شاء الله يتلقى العزاء ويصبر ويحتسب، وان شاء الله هو المفروض يرجع يوم الجمعه الصبح ان شاء الله عشان يلحق بالمباراه ان شاء الله. السؤال اللي حضرتك سالته عايز بس ارجعك تاني ل 29 ديسمبر اللي فات، وتفتكر يعني تفتكر كده والساده المشاهدين يفتكروا مباراه الاهلي والزمالك او مباراه الزمالك والاهلي اللي كانت في نهايه الدور الاول للدوري. قعدنا قد ايه مش عارفين هنعملها فين؟ لا برج العرب، لا بترو سبورت، لا كذا، لا في 600 هيحضروا، لا في 300، وكانت هتبقى يعني يمكن من اول مباراه يتقال فيها اسماء الجمهور قبل اللعيبه لان عددهم محدود. فالاجواء دي لا تليق بقمه الاهلي والزمالك. هقطع كلامك لان معايا يعني مداخله من الامارات، معايا لايف فيو من الامارات يعني معايا كابتن شادي محمد ومعاه نجم مصر طبعا وكابتن مصر كابتن احمد فتحي. كابتن شادي. لا احمد فتحي طبعا لازم كابتن محمد تحياتي ليك وتحياتي للاستاذ ايمن بدرة وكل مشاهدي قناه النادي الاهلي، برحب بيكوا اكيد. كابتن شادي اخبارك ايه الاول؟ وحشني. ويعني طبعا طمنا على كابتن احمد فتحي بقى، هو معاك كده وانت معاك نجوم باسمها ما شاء الله نجوم النادي الاهلي، طمنا على احمد فتحي خصوصا بعد رجوعه طبعا من بطوله الامم الافريقيه. خليني قبل ما اروح للكابتن احمد فتحي ااكد على الخدمه السبع نجوم لجماهير النادي الاهلي، بنحاول نبقى موجودين في كل مكان مع لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني. الحمد لله الكواليس موجودين معاكم كالعاده، ما بنسيبش اي حاجه لغير لما بنحاول نعرف جماهير النادي الاهلي الفريق بيعمل ايه. الفريق لسه خارج من المحاضره ودلوقتي معايا ومعاكم واحد من نجوم النادي الاهلي ومنتخبنا الوطني كابتن احمد فتحي. كابتن احمد تحياتي ليك، وفي الاستوديو الاستاذ ايمن بدره وكابتن محمد فاروق بينقلوا تحياتهم ليك. ازيك يا شادي وازيكم كلكم واهلا بيكم. عايز اسالك في البدايه احمد قبل ما اروح للنادي الاهلي، انت جاي من المنتخب، هارد لك على النتيجه، واحد من اللعيبه الرجاله اللي بذلت مجهود كبير جدا جدا جدا، لعبت في مراكز كتير جدا وكنت قدها وقدود، عشان كده الاشاده كانت موجوده لنجمنا الكابتن احمد فتحي. والله الحمد لله يعني الواحد مش سعيد يعني
في الاخر البطوله كانت ممكن ناخدها، بس ما فيش توفيق من عند ربنا، لكن الحمد لله على كل شيء. كان عندنا اصابات كتيره واصابات مؤثره لحد ما، لكن ده توفيق من عند ربنا دايما يعني. ما حصلناش نصيب ان احنا ناخد البطوله دي، ان شاء الله يكون لينا خير في حاجه تانية ان شاء الله يا رب. ان شاء الله كابتن احمد، انتوا وصلتوا امبارح انت وحجازي وعبد الله السعيد وسعد سمير وشريف اكرامي. الكابتن استقبلكم المهندس محمود طاهر، في البدايه كان موجود في الريسبشن تحت اول ما جيتوا، وكمان الكابتن حسام البدري. المهندس محمود طاهر قال لكم ايه والكابتن حسام البدري قال لكم ايه؟ لا باشمهندس محمود قال لنا عملت اللي عليكم وكان اداؤكم كويس واداؤكم مشرف لمصر كلها، لكن فيش توفيق وان شاء الله تتعوض الفتره اللي جايه ان شاء الله. كابتن حسام نفس الموضوع يعني، خلاص نفس الكلام يعني، ما كانش فيه اختلاف كتير يعني. بس ازيك يا علي؟ وعلي معلول معانا اهوت كمان. تعال اتفضل علي، تعال اتفضل. دي احمد فتحي دلوقتي عمل قلشه حلوه قوي، قال لك بنقول لعلي تعالى، قال لك لا ما ينفعش عشان انا بلعب باك ليفت دلوقتي. حلوه دي يا احمد. انا بنافس بقوه على الباك ليفت دلوقتي. احمد عايز، انت من اللعيبه الكبيره داخل الفريق، وانا عارف ظروفها، ما تقف في مباراه نهائيه ومن انت ما تحققش البطوله، والشعب المصري اكيد كان بيوصل لكم كل حاجه. نفسيا هيتاثر اللعيبه اللي جايه من النادي الاهلي على اداء فريق النادي الاهلي معاكم في المباراه القادمه؟ بص، هي دي حاجه ودي حاجه، بس انا واحد من الناس يعني بقعد افكر شويه يعني في اللي حصل، لكن يوم والتاني بتبدا تمرين، بتبدا حياه تانية، لكن طبيعي الواحد مش بيندم، لكن هي الكوره كده يعني، وقت من الاوقات بتديك، وقت من الاوقات ما بتديكش، لكن ما فيش حد غالبا اثر في البطوله كلها من اللعيبه كلها، لكن هو ده التوفيق من عند ربنا دايما زي ما انا قلت لك. ما فيش نصيب، ان شاء الله اللي جاي يبقى احسن ان شاء الله. احمد نزلتوا التدريب النهارده؟ انا امبارح كان تدريب خفيف، المجموعه اللي جايه من المنتخب، النهارده نزلتوا التدريب، اول تدريبه تشاركوا فيها والفريق بشكل الجماعيه بقى، كل الفريق، المجموعه اللي جايه من المنتخب العسكري، المنتخب الوطني، اول مره الكابتن حسام النهارده بشكل كامل الفريق يبقى موجود. كلنا كنا موجودين النهارده واتمرنا، التمرين كان لحد ما كويس الحمد لله، بس يعني بنستعد واحده واحده ان شاء الله للماتش يعني. طمن جماهير النادي الاهلي على المباراه القادمه، انت عارف مباراه السوبر قبل كده كالعاده شرفتونا في كل المباريات اللي بتبقوا الجماهير محتاجه ان انتوا تفوزوا وتبقوا في منصه التتويج، بتبقوا رجاله بمعنى الكلمه. احنا في السنه اللي فاتت كان النادي الاهلي بيلعب في استاد العين، النهار السنه دي مباراه السوبر امام نادي الزمالك في استاد الجزيره. طمن جماهير النادي الاهلي استعدادات اللعيبه، وانتوا بتتكلموا مع بعض بتقولوا ايه تفكيركم وهدفكم ايه في المباراه؟ لا ده يعني دي مباراه سوبر، في الاخر لازم يكون في فايز، لكن كل الفرقه مركزه، كل الفرقه مستعده اللي هي تعمل ماتش كويس. ان شاء الله نكون كلنا مركزين ان شاء الله، ايا كان مين اللي هيلعب ان شاء الله نكون موفقين ان شاء الله، دي اهم حاجه من عند ربنا ان شاء الله، ويا رب ان شاء الله ناخد السوبر ونهدي للجمهور كله يعني. كابتن احمد هتقول ايه لجماهير النادي الاهلي؟ رساله من لعيب كبير، لعيب راجل، انا بنقل ده لاحمد، ممكن انت بتتابع بشكل بسيط وانت موجود في بطوله، ادائك مع النادي الاهلي حاجه مشرفه جدا جدا، تاريخ مشرف مع منتخب مصر، رجوله، جدعانه في الاداء، اصرار، عزيمه، بتقاتل، حاجه مشرفه منك. لما انت تتكلم وتوجه رساله اكيد جماهير النادي الاهلي تسمعك، هتقول لجماهير النادي الاهلي يا كابتن احمد؟ لا يعني الجميل اللي هيجي الماتش يعني، اتمنى ان الماتش يخرج بسلام، واتمنى ما يكونش فيه تعصب في الاخر، في الاخر الماتش هيبقى من ناحيتين يعني، في اكيد في فرقه تكون فايزه وان شاء الله نكون احنا الفايزين ان شاء الله يا رب، ونحاول نساعدهم ان شاء الله، وفي الاخر يعني احب نلعب في ابو ظبي هنا، دوله خارج مصر، في دوله الامارات خارج مصر، لكن لازم يكون على مستوى الحدث، لازم يكون عندنا اخلاق في التشجيع، لازم يكون في ثقافه شويه، لازم يكون في تشجيع باحترام من ناحيتين، ما يكونش فيه، يكون على الماتش يخرج بشكل حضاري كويس للناس كلها يعني. بس هتلعب باك ليفت ولا سيرد باك ولا ديفندر ولا راس حرب؟ والله ما اعرف، علي جبر مديني كدمه في صدري مش قادر اتنفس. ماشي علي،
بس لكن ما مش عارف يعني، الواحد بيتمرن ويعمل عليه وخلاص، وايا كان بقى انا لسه ما اعرفش اي حاجه خالص. بالتوفيق يا كابتن احمد وموفقين، وبشكرك شكرا جزيلا ان انت كمان اختصيت قناه النادي الاهلي وتبقى موجود معاه وتتكلم. بشكرك شكرا جزيلا. العفو. كان معانا كابتن محمد، كابتن محمد احمد فتحي فتح قلبه لجماهير النادي الاهلي، وبنشكر الكابتن حسام اللي هو سمح للعيبه تتكلم لقناتهم قناه النادي الاهلي. معانا دايما النجوم هتبقى موجوده، معانا دايما الكواليس زي ما قلت في البدايه، خدمه 7 نجوم لجماهير النادي الاهلي. بعد شويه كمان هيبقى معانا واحد من نجوم النادي الاهلي مره ثانيه. بشكركم وشكرا جزيلا. بشكرك يا كابتن شادي على مجهودك انت طبعا طاقم العمل بقناه الاهلي اللي موجودين في الامارات، يعني على حصريات كل موجوده باستمرار من خلال وجود لعيبه نجوم. عايزين نسال يعني احمد فتحي كان يعني رغم ان هو قلب الاسد زي ما بيسموه، ولكن كان استاذ ايمن بيكسف جدا يعني بيكسف جدا بجد. عشان كده اول ما انت قلت لي يومير قلت لك هو بيكسف، هو من نوعيه بيكسف، هو بيبص حتى لشادي مكسوف، وهو 11 فهو عارف انت 1 في 11. هو انا مسميه 1 في 11 ليه؟ 1 في 11 عشان شادي قال له ايه؟ هتلعب سيرد باك راس حربه كله، هو ممكن يلعب في كل المراكز على فكره. ممكن لو جه بدري يلحق التعديل الوزاري وياخد وزاره يخش مجلس الاداره كمان. يعني شخصيه جميله وايضا لعيب ما شاء الله، يعني تحتاجه في الملعب يا استاذ ايمن، بيبقى متواجد في كل حته، بتحتاجه يمين يمين شمال شمال نص ملعب، بالرغم ان هو يعني من اللعيبه المحترمين جدا، ولكن في الملعب بتلاقيه شخص تاني خالص. وده هو ده دور لعيب الكوره، انت محتاجه دايما جوه الملعب استاذ ايمن. صحيح، هو صحيح. الشخص الخجول دوت المهذب اللي نحسبه على خير، هو في الملعب يعني زي ما كان الكابتن جوهري الله يرحمه لك جاروده يمسك في قدامه، فربنا يوفقه. انا قطعت كلامك على جزئيه بطولة السوبر بتتلعب في الامارات ازاي؟ ما انا قلت لحضرتك افتكر 29 ديسمبر 2016 مش عارفين فعلا وقبليها بكام يوم ولحد قبل ما تبدا المباراه. انت يعني انت قصدك الحته التنظيميه يعني؟ لا الاجواء اللي عاشتها مصر من سنوات خلت اللقاء ده يعني في، وبعدين طبعا في بعض الناس بيستهدفوا اثاره المشاكل في اي تجمعات والامن بيترقب هذا الامر وكل الكلام دوت. السوبر اللي احنا شفناه السنه اللي فاتت في استاد هزاع بن زايد اعتقد كان له رونق وادى الجماهير المصريه والكره المصريه طاقه ايجابيه كبيره جدا. المباراه ان شاء الله اللي هتقام في استاد محمد بن زايد استاد ملعب نادي الجزيره اعتقد انها برضه هتدي نقله كبيره جدا. احنا بنبدا موسم جديد، بنبدا الدوري الدور الثاني ان شاء الله باذن الله تعالى. الاهلي عنده مباراه مهمه مع الاسماعيلي، طبعا هتبقى محتاج ان هو يلعب هذه المباراة برؤية لمباراة الدوري. دي بطولة خاصة لو ما كانتش إخراجها وشكلها بشكل جيد. أيضا الناس اللي عايشة في الإمارات وفي دول الخليج اللي رايحة تحضر المباراة برضو ليها حق على بلدها وليها حق على قطبي الكرة المصرية. الناس دي مش بتلعب يعني علشان جماهير في الداخل اللي هي مش موجودة أصلا في المدرجات من 3 سنوات أو 4 سنوات، موجودة في المدرجات علشان تؤكد حضارة الشعب المصري، ترد على بعض الفئات اللي كانت بتحاول تسيء للشعب المصري وتسيء لجمهور مصر وتسيء للكرة المصرية بالأحداث الشغب اللي حصلت. احنا شفنا قد إيه الحضارة في ماتش الأهلي والزمالك، ماتش السوبر اللي كان في استاد هزاع بن زايد، وشفنا ماتش الأهلي وروما اللي كان برضه في استاد هزاع بن زايد، قد إيه الوجه الحضاري للشعب المصري والجالية المصرية اللي عايشه هناك، وسعاده اخواتنا في الامارات لان هم بيحسوا ان هم بيحتضنوا جزء من مصر. وطبعا الكوره والرياضه صحيح. اكيد معبره بشكل كبير جدا جدا عن يعني ثقافه وحب الشعب المصري. انا لازم برضه اكمل على كلام حضرتك استاذ ايمن، لما نيجي انا ويمكن في الانترو كنت بقولها ان جمهور النادي الاهلي تخطى ال 62% من التذاكر اللي موجوده للتذاكر كلها اللي في الاستاد، فبالتالي جمهور بيحب النادي بتاعه، جمهور ورا فريقه في كل حته. يعني الجاليه اللي هناك في الخليج كلها موجوده، وايضا ناس بتسافر من مصر وبتيجي من اوروبا وبتيجي من امريكا على فكره، مش يعني هتلاقي من كل حته. انا مش هتكلم على جمهور الاهلي بالتحديد، انا هتكلم على جمهور مصر. هتكلم على مصري عايش في ارض الامارات بين اخواته، هتكلم على جمهور مصر. صحيح. الناس اللي رايح دايما، وبعدين يعني عايز لو في فيديوهات تنقل ان ازاي الاهلي والاهلاوي والزملكاوي ده لابس فانيله الاهلي ولابس فانيله الزمالك والاثنين ماشيين مع بعض وكل واحد بيدخل من بوابته
وفي لقاءات، وعلى فكره بيبقوا اصحاب واخوات والمفروض زي هنا، بس هو للاسف يعني بعض التوتر اللي عمله الالتراس بعد الانفلات اللي عمله الالتراس والفرقه اللي عملها دي شويه سواء في الاتجاه ده او في الاتجاه ده هو اللي عمل لنا مشاكل. لكن احنا عايشين عشنا بره وعايشين هنا اهلاوي وزملكاوي، وانا مثلا بحب النادي الاهلي انت بتحب نادي الزمالك او العكس، يعني ما فيهاش مشكله خالص. صحيح. يعني فانا بتكلم على انسان مصري عايش في ارض اهله او في بلده الثاني الامارات، قد ايه اهتمام كبير جدا من الناس هناك. وعلشان كده ان شاء الله باذن الله تعالى اللي هيروح سواء بيشجع الاهلي او بيشجع الزمالك يكون في النهايه صحيح. مصري بيحترم اهل الامارات وشعبها وبيحترم الرولز اللي محطوطه. صحيح. وان شاء الله احنا نتمنى يعني سواء الفريقين يا استاذ ايمن يبقى علم النادي بتاعه وعلم مصر في ايده الثانيه. صحيح. دي تبقى صحيح. يعني اعتقد تبقى شكلها جميل جدا في هذه المباراه. يا ريت يعني يا ريت لو كان يعني كان لو في حد في الشركه الراعيه بيفكر في الموضوع ده يعني تبقى حاجه جميلة يعملها جدا يبقى حاجه كويسه. بس طيب. يمكن الوقت لا دي بسيطه في ثانيه يا ريت. طيب يعني هستاذنك يعني كابتن شادي مع محمد معاه كابتن حسام البدري فلازم نطلع سريعا للامارات. كابتن شادي اتفضل. كابتن شادي عمال يعني يتحفنا باسماء وحاجات كتير اتفرج عليه. كابتن شادي اختفى. طب اسمح لي انده لنا. طيب قبل ما نرجع لنا كابتن شادي طبعا ومعاه كابتن حسام البدري اكيد لقاء مهم ايضا قبل مباراه السوبر استاذ ايمن أكيد. يعني من فتره قريبه كان في مباراه ما بين الاهلي والزمالك في نهايه الدور الاول. صحيح. نتيجتها كانت لصالح النادي الاهلي. هل يعني المباراه دي ونتيجتها هل ممكن ياثر على سير ونتيجه مباراه السوبر المصري اللي بتقام في الامارات؟ اكيد انت عارف انه يعني طيب قبل ما تجاوب بس ايمن لان رجع لنا شادي ومعاه طبعا كابتن حسام البدري. شادي اتفضل. يا شادي كابتن شادي يا كابتن شادي عنده لون يمكن مرحب بيك كابتن محمد فاروق الاستاذ ايمن بدره في الاستوديو دلوقتي زي ما وعدناكم هيبقى معانا لقاءات مهمه جدا. دلوقتي معانا المدير الفني للنادي الاهلي الكابتن حسام البدري واحد من المدربين المحترمين واحد من افضل مدربي النادي الدوري المصري وكمان بل الافضل الكابتن حسام البدري. كابتن حسام واجه صعوبات كتيره جدا الوقت اللي فات كنا بنتكلم على واجب وطني للنادي الاهلي للعيبه بعضهم في المنتخب الوطني المنتخب العسكري ولكن ده دور النادي الاهلي تحمل الكلام ده كله عمل مباراه وديه ضم مجموعه من الناشئين قدر اللي يحقق الهدف في ظل الغيابات اللي موجوده. اكيد هيبقى حوار متميز معاه النهارده خصوصا اللي هنعرف من كابتن حسام كل التفاصيل. بس قبل ما اساله انا بشكره جدا جدا على الدعم اللي بيقدمه لقناه النادي الاهلي والمسانده اللي هو بيقدمها لنا في المعسكر. كابتن حسام قبل ما ابتدي مع حضرتك البقاء لله في وفاة والد الكابتن سيد عبد الحفيظ. لا طبعا في البداية بنوجه تعزينا لسيد عبد الحفيظ وان شاء الله يكون اخر الاحزان وان شاء الله بنتمنى برضو ان شاء الله عودته ويكون موجود معنا يوم الجمعة باذن الله. على الجانب الاخر طبعا بحيي الاستاذ ايمن بدرة تحياتي لك يا استاذ ايمن تحياتي لفاروق. وفي نفس الوقت انا برضو بقول ان انا بالرغم ان كان صعب جدا نظهر دلوقتي فعلا زي ما انت بتقول زي ما شايفين يعني احنا مانعين اللعيبه وفي نفس الوقت بس عشان خاطر قناه النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي نبقى معاه كل الوقت البسيط ده ان شاء الله. كابتن حسام اكيد هنعرف اسئله مش كتير بس عايزين نلم حضرتك بقى كل حاجه اللي حصلت الايام اللي فاتت. حضرتك تنقل لنا حاله التركيز اللي عند اللعيبه انضمام لعيبه المنتخب وخصوصا ان حضرتك عارف ومدرب كبير اللي فيه اللعيبه كانت بتشارك وفي بعض اللاعبين لعبت مباريات كتير ففي حاله من الاجهاد اتعاملت معاها ازاي انضم لعيبه المنتخب العسكري كل الكلام دوت عايزين نعرف حضرتك اتعاملت مع مجموعه لعيبه خصوصا النهارده اول تدريبه اللاعبين كلها يبقى الصفوف مكتمل. بالظبط طبعا يعني خلينا نتكلم بشويه بمنطقيه من الصعب جدا ان مباراه
هتقام في خلال 48 ساعة، وزي ما انت بتقول يمكن اول تجمع كامل بالنسبة لنا هو النهاردة انضمام لاعبي منتخب مصر، كان بالامس لكن هم شاركوا في تمرين خفيف قوي امبارح، والنهارده شاركوا في التمرين الجماعي. انضمام علي معلول النهارده لتاخير طبعا التاشيره الخاصه بيه، والظروف دي بقول لو الظروف دي برضو موجوده عندنا موجوده عند نادي الزمالك برضو نفس الظروف بالنسبه للدوليين منضمين في نفس الوقت اللي انضموا فيهم اللعيبه الدوليه بتوعنا. الزمالك بيواجه برضو نفس الصعوبات بالنسبه للعيبه الخاصه لمنتخب مصر، وكان عندهم مجموعه برضو موجوده مع المنتخب العسكري. لكن انا بتكلم على المرحله نفسها، يمكن النهارده كان في كلام بشكل تفصيلي مع اللاعبين قبل التدريب على اساس ان كان في مجموعه موجوده، المجموعه اللي كانت بعيده عن المنتخب العسكري او منتخب مصر، بصراحه كان في تركيز كامل بالنسبه لهم، ومنهم يعني التركيز من ناحيتنا احنا وتركيز منهم هم بشكل كبير جدا في الفتره اللي كانت موجوده في القاهره. لعبنا خلالها مباراتين وديتين، في نفس الوقت كان التدريب بيتأدى بشكل كويس جدا، في نفس الوقت طبعا كنا متابعين لاعبي منتخب مصر والمنتخب العسكري ومشاركاتهم وجاهزيتهم، وزي ما انا بقول يعني حتى الحاله اللي بنشوفها في التمارين الحمد لله الروح المعنويه مرتفعه جدا، حاله اللعيبه مطمئنه جدا. ان شاء الله بقول يعني لا ينقصنا الا توفيق ربنا ان شاء الله في مباراه السوبر اللي هتقوم خلال 48 ساعه، لكن الحمد لله انا شايف ان اللعيبه عندها رغبه كبيره جدا واصرار وتركيز، فان شاء الله بس يبقى التوفيق حليفنا باذن الله. كابتن حسام، من خلال اللي احنا متابعتنا والوقت اللي حضرتك بتسمح اللي احنا نصور، شايفين لحضرتك مركز على الريكفري او اللعيب الاستشفاء مهم جدا للعيبه، ودي نقطه مهمه كابتن حسام. اكيد طبعا يعني جزء استكمالي هام جدا هو الريكفري، ويمكن النهارده تم برضو الكلام دوت بعد عوده اللعيبه سواء ل مغطس الثلج او التدليك، بيتم طبعا في الفترات المحدده عن طريق المتخصصين الموجودين معنا في الجهاز، اكيد ده جزء مهم جدا، وان شاء الله باذن الله نصل الى يوم المباراه واللعيبه تكون في حاله ان شاء الله جيده باذن الله، ويبقى في توفيق وفي نفس الوقت في اداء جيد منهم في التركيز التعليمات اللي هتحقق لهم. رغبه اللعيبه انا متاكد ان شاء الله هيبقى في رغبه كبيره جدا، لكن كل الكلام ده انا بقول بنستكمله بشكل نهائي وحاسم بتوفيق ربنا. يعني كابتن حسام، اكيد مش هعرف منك التشكيل عشان دي الواقعيه ودي الحقيقه، بس انا عايز اعرف من كابتن حسام، حط الرتوش الاخيره عن المباراه، التشكيل في دماغ الكابتن حسام في اللحظه دي ولا لا؟ اكيد طبعا، يعني اكيد التشكيل في دماغنا انا والجهاز الفني، ممكن بعد المحاضره كنا لسه بنتكلم بشكل يعني قريب جدا لتفكيرنا في المباراه، وان شاء الله باذن الله بنستكمل الكلام دوت برضو ان شاء الله بعد نهايه مران الغد باذن الله، وكل اللعيبه كلها ان شاء الله سليمه وجاهزه للمباراه باذن الله، وبنحط بقى كل الخطوط النهائيه في المحاضره اللي هتتقال يوم المباراه ان شاء الله. كابتن حسام، انا دايما انت في المباراه الكبيره بتفاجئنا، يعني في مباراه نادي الزمالك في الدوري الاخيره مصر كلها قالت لعيبه ولقينا التشكيل فيه لعيبه محدش كان متوقع، ممكن الكابتن حسام يبقى فيه مفاجآت في التشكيل في مباراه امام نادي الزمالك؟ والله انا ما بفكرش في المفاجآت لمجرد المفاجآت يا شادي، يعني انا بفكر في المباراه في وقتها المرحليه، يعني المرحله اللي احنا فيها، حاله اللاعبين المتاح، الحاله الفرديه للعيبه والحاله الجماعيه اللي انا متخيلها في المباراه هتبقى عامله ازاي، كل الامور دي هي اللي بتحكم التشكيل، وهي دي اللي بتخلينا ناخد قرار مين اللي هيبتدي مين اللي يبقى موجود على دكه البدلاء. والرساله دي وصلت للعيبه النهارده الحمد لله، يعني النهارده كان موجود كم في التمرين، والرساله اتقالت للعيبه يعني كلهم هيبقى ليهم دور ان شاء الله، سواء اللي مش هيشارك في مباراه السوبر لسه الموسم طويل ولسه هنبدا ان شاء الله الدور الثاني، وهيبقى في مسابقه كاس مصر ان شاء الله ومسابقه الدوري بطولها طبعا ومباريات متعدده فيها مشوارنا الافريقي، فكل هيبقى ليه فرصه ان شاء الله. كابتن حسام، بشوف حضرتك بتتكلم في جزء فني، بشوف حضرتك بتدعم اللعيبه، بشوف حضرتك بتتكلم في الامور اللي تخص الفريق، وده كعاده النادي الاهلي حضرتك انا بقول دايما سيد قرارك، انت صاحب الامر النهائي داخل النادي الاهلي. كابتن حسام، احنا بنشوف كبرنامج او كقناه وزي مواقع كتير زي اعلام كتير جدا اللي كابتن حسام البدري بيواجه صعوبه جدا في التشكيل للوفره العدديه اللي موجوده داخل الفريق، الكلام ده صح ولا غلط؟
في بعض الأحيان طبعا، وأكيد ببقى سعيد لما تبقى في حيرة، لأن مؤشرات الحيرة لو موجودة يبقى في لعيبة متقاربة المستوى، يبقى في وفرة عددية موجودة عندك، فدي طبعا أكيد أي مدرب يتمناها في فريقه. لكن أكيد في برضو خطوط محسومة وفي مراكز محسومة في الفترة الحالية، لكن مش بشكل نهائي ومش بشكل مطلق، يعني ما فيش حد بياخد مكانه بشكل مطلق، لكن هي بتبقى مرحلية يعني. فالأمور بتبقى قريبة جدا، بتبقى التفكيرات في نقط محدودة جدا، وكلها بتتحسب بالمعايير والمناقشة مع الجهاز ووجهات النظر، وفي نفس الوقت قائمة على تحليل الخصم بشكل مركز والمتاح بالنسبة للخصم وإيجابيات الخصم وسلبياته، كل دي هي المعايير اللي تحكمنا في وضع التشكيل واختيار الأفراد يعني. كابتن حضرتك الصفقات الجديدة الكل أشاد بيها، سريتها، اتكلم معنا المهندس محمود طاهر امبارح وأشاد، وإحنا أشادنا كإعلام أو قناة نادي كمان بالسرية اللي محدش كان عارف حاجة. وأكيد حضرتك أنت برضو اللي كنت أنا محتاج اللعيب دوت، أنا عاوز اللعيب دوت، والحمد لله اللعيبة بقت موجودة حضرتك قلت عليه. كل بالي بداية أول مباراة لي، هو ما أقدرش أقول اللي فيه انسجام، لكن صنع هدف وجاب هدف، فدي بتبقى بدايه مبشره وتديله روح معنويه مرتفعه. هل من خلال المعسكر حصل الانسجام اكتر يا كابتن حسام؟ اكيد يعني، يعني هو الانسجام بيزيد بالنسبه لكوليبالي، قد يكون قريب جدا من تواجده في المباراه، قد يكون لا، كل الكلام ده طبعا بقول لك يعني متاح. لكن على الجانب الاخر انت اتكلمت على السريه وكلمت على الصفقات، انت عارف اسلوبنا في النادي الاهلي في امور كثيره جدا بتبقى ثابته ولا تتغير، وانا متاكد ان المهندس محمود طاهر اما انت ناقشته في الموضوع ده هيبقى نفس الكلام اللي انا بقولته دلوقتي، هتلاقي ان المهندس محمود طاهر قاله بالظبط زي اما انا بقول كده، وانا متاكد من الكلام دوت. فهو ده يعني اسلوب عمل ومتفق عليه، وفي نفس الوقت كل الاطراف ملتزمه بيه، وده طبعا يعني سمه من سماتنا في النادي الاهلي يعني. كابتن خليني كمان عشان انا بقى اللي شايف هنا، فمهم جدا اقوله في وجود حضرتك معانا، بحيي حضرتك على الانضباط اللي موجود في المعسكر، على الالتزام، على الحاله، التركيز اللي حضرتك نقله للعيبه، بنشوف اللعيبه وشوشها فيها اصرار وعزيمه. فانا كابتن بصراحه والامانه بحييك على الدور ده، حاجه محترمه وحاجه متميزه، ودايما النجاح غير الفنيات شخصيه المدرب، ودي حاجه كابتن حسام كل مصر بتتكلم عليها للامانه. والله خلينا اقول يعني انت شادي طبعا كابتن النادي الاهلي، وكنت لاعب مميز في النادي الاهلي، واعتقد لو رجعت بيك الذاكره هتلاقي ان مفيش اختلاف يعني، انت النهارده موجود بشكل مختلف، بشكل انك اعلامي بتمثل برضو النادي الاهلي وبتمثل قناه النادي الاهلي. لكن لو شفت نظام اللعيبه ولو شفت السيستم اللي موجود عند اللعيبه، اعتقد يعني هتتذكر نفس الظروف اللي كنت موجود فيها. واعتقد برضو الميزه والايجابيه ان اللعيبه فاهمه الكلام دوت، الخطوط اللي بيننا، الحقوق اللي بيننا واللي لينا واللي علينا كلنا حافظينها سواء مدربين او لعيبه، فهي يعني مش عمليه ان انا موجود فالنظام موجود بشكل فيه حسم، لا، هو في التزام من اللعيبه، في متابعه مننا طبعا انا وافراد الجهاز، لكن اللعيبه ملتزمه جدا، اللعيبه منفذه بشكل مميز جدا، وده ما انا بقول يعني، يعني ده جزء من العوامل اللي احنا بناخد بيها على اساس يبقى في نجاح وفي توفيق من عند ربنا، فنتمنى طبعا ان يبقى في توفيق من ربنا ان شاء الله. كابتن حسام، جماهير النادي الاهلي موجوده في كل مكان، هتوجه هتقول لي في كل، انت شفت يعني انت بتنزل الريسبشن اول ما بتنزل بلاقي الجماهير بتجري انت في الامارات، لا مش عليا انا بس، على كل الناس، انت موجود في الامارات وتشعر كانك في مصر يعني، من كم الجماهير متابعتهم لينا، واحنا موجودين في دبي واحنا موجودين في ابو ظبي. وانا برضو بنتهز الفرصه لازم شادي فعلا عشان اوجه الشكر لكل القائمين على موضوع المباراه، فعلا شيء مميز. انا سعدت ان انا موجود في البلد المميزه العظيمه الجميله اللي هي قريبه جدا لينا، فعلا دوله الامارات فعلا يعني وطننا الثاني، معامله الناس، ادب الناس، التزام الناس، حب الناس للمصريين، وشفناه في كل لحظه موجودين، بنشوف حب الشعب الاماراتي، وده بيقرب ليهم اكتر وبيخلينا بنحبهم اكتر يعني. هكمل كمان على حضرتك عشان نديهم حقهم، اهلي دبي والمعسكر حاجه مشرفه وحاجه محترمه طبعا، وبشكر اهلي دبي، بشكر كل، بقول لك بشكر كل واحد يعني، حتى في اي حاجه خاصه بينا ناس مميزين جدا، المصريين اللي موجودين معانا سواء ما كنا موجودين حتى في دبي، الناس اللي فيه يعني شيء مشرف جدا، حتى الفندق اللي كنا موجودين فيه في ناس مسؤوله وناس مديرين مصريين يعني، في مينا ووالده
عاوز اشكرهم وحبهم مصريين موجودين وهم مسؤولين بشكل كبير. يعني والده يعتبر من الناس اللي يعني اعتقد مساهمين في الفندق ده، ناس بتحب مصر بشكل كبير جدا، بيعبروا عن حبهم لمصر في تعاملاتهم مع النادي الاهلي. طبعا النادي الاهلي اي واحد طبعا بيتشرف ان هو بيتعامل معاه، لكن فعلا وجهه مشرفه للمصريين. يعني الرساله الاخيره كابتن حسام لجماهير النادي الاهلي اللي هتحضر مباراه بكره في استاد الشيخ محمد بن زايد. انا سعيد، ويمكن الرساله دي وجهتها للاعبين. هنشوف ان شاء الله الاستاد مليان، وجماهير النادي الاهلي عارفه مدى حبي ليهم. وتملي بقول يعني اي فكر واي طموح واي دوافع بتبقى موجوده عند حسام البدري وبيحاول ينقلها للعيبه بتبقى بهدف اسعاد جماهير النادي الاهلي، بهدف تحقيق بطولات النادي الاهلي. ويمكن الكلام ده بيتضح في بعض اللحظات اللي بستشعر ان في اي لحظه بتسعد جماهير النادي الاهلي حتى انفعالنا بيبقى فيها بشكل كبير جدا. فبتمنى ان شاء الله انا واللاعبين باذن الله موفقين باذن الله يوم الجمعه، ونسعدهم اكثر ان شاء الله، وباذن الله باذن الله نقدر نحقق بطوله الكاس ان شاء الله. كابتن حسام في نهايه الحوار مع حضرتك انا بشكرك اكيد على دعمك لينا، بشكرك تحت الفرصه اللي احنا نتكلم معاك وخلتنا نصور في بعض الامور عشان قناه النادي الاهلي. انا بشكرك كابتن حسام، وبتمنى لحضرتك التوفيق، وان شاء الله ان شاء الله نتقابل بعد المباراه وانت بترفع كاس السوبر كابتن ان شاء الله. وبشكركم ودعواتكم، وان شاء الله باذن الله ربنا يوفقنا ان شاء الله، ونقدر باذن الله نسعدكم الجمعه ان شاء الله. شكرا. بشكرك كابتن حسام، ده كان حوار مهم جدا. الكابتن حسام فتح لنا قلبه لقناه النادي الاهلي واتكلم على كل التفاصيل اللي جماهير النادي الاهلي بتحب اللي تعرفها. كابتن محمد فاروق، استاذ ايمن بدره، انا بشكركم شكرا جزيلا. نشكرك كابتن شادي، طبعا لقاءين مهمين جدا، احمد فتحي وكابتن حسام البدري. كابتن حسام البدري طبعا مدربين يعني ما شاء الله من اول السنه عمل استقرار للفريق، عمل شغل يعني اعتقد ان باين جدا الشغل ده مع الفريق النادي الاهلي. اكيد ان شاء الله يعني يكلل بقى ان شاء الله في مباراة السوبر باللهزيمة زي ما انا بقولت كده في الانترو، بامر الله كاس السوبر اهلاوي بامر الله في الامارات. استاذ ايمن، اكيد في صعوبات بيواجهها كابتن حسام البدري من خلال طبعا بعض المشاكل اللي واجهها في الفتره اللي فاتت، من خلال بعض غيابات كانت موجوده من خلال منتخبنا الوطني ثم المنتخب العسكري، التجهيز اللي بقت موجوده، الاجهاد، كل الصعوبات دي انت بتشوفها ازاي استاذ ايمن؟ وممكن كابتن حسام بيفكر فيها ازاي؟ بالطبع تجمع الفريق يعني دلوقتي لما يحط ادواته تحت ايده قبل المباراه مهمه زي دي، مباراه بطوله. وعشان كده انا حتى يعني انا عارف ان طبعا انه في لعيبه جداد انضموا ويمكن على راسهم عمرو بركات، لكن اعتقد انه بيبقى صعب. عمرو بركات طبعا لعيب مميز، وانا متابع التدريبات هناك وبسال يعني زملائنا واعضاء البعثه هناك. عمرو بركات بيأدي بشكل كويس جدا، مكسب للفريق، لكن يعني مساله انك تدفع بلاعب جديد في مباراه قمه محتاج فيها الفوز اعتقد انه صعب. نفس الشيء بالنسبه للكابتن محمد حلمي، عنده حسام باولو منضم جديد، عنده صفقات، لكن المغامره، حدود المغامره ايه في هذا اللقاء؟ المهم بقى ازاي انك انت تخرج اللعيبه الدوليين، وكلنا شايفين الحاله النفسيه حتى اللي فيها احمد فتحي. احمد فتحي برده مش ده مش فورمته النفسيه اللي احنا اتفرجنا عليها. فتحي برده رغم من خجله، لكن هو اكثر يعني يعني بيبقى مرح اكتر من كده، لكن واضح انه ماتش النهائي مأثر عليه، واكيد هيبقى مأثر على كل زمايله الدوليين. ما تنساش ان الاهلي برده خسر في هذه البطوله مروان محسن، ان شاء الله ربنا يشفيه، عنده اصابه. في لاعب زي كوليبالي يمكن موجود قد يكون من العناصر اللي الفريق هيدفع بيها. في ناس عطشانه للكوره، عايزه تقدم يعني يعني رد بشكل او باخر. حسام غالي، وليد سليمان، حسام عاشور، كل دي اسماء كبيره واسماء ليها بصمتها المحليه والدوليه، عايزه تؤكد من خلال هذه المباراه اللي بصبغه دوليه مكانتها وقدراتها، وان هي عندها قدره على العطاء لفترات اخرى، وعندها قدره على امتاع الجماهير وتقديم الجديد والمزيد. برضو بتتكلم في نفس الشيء في الناس اللي كانت في المنتخب العسكري، وفيهم لعيبه كانت في الزمالك. طبعا الزمالك بيغيب عنه نجمه الجماهيري والسوبر ستار الجماهيري المحبوب من الجماهير، شيكابالا.
في طبعا زي ما بقول حضرتك حسابات كتيرة جدا جدا هتبقى على طاولة الاثنين مديرين فنيين. كابتن حسام البدري يمكن يتكلم على ازاي ان هو يعيد الانسجام وازاي ان هو، لان انت عارف حضرتك طبعا ده تمرينة واحدة النهاردة استاذ ايمن، بس يعني هي دي التمرينة الوحيدة، بكرة تمرين خفيف لا. وبعدين احمال التدريب على لاعبين، ناس جايين من بطولة وناس ما كانوش بيشاركوا، وناس كانوا في معسكرات، وناس خلصوا بطولة الكاس العالم العسكرية من فترة. احمال التدريب انت يعني كراجل لاعب، احنا لعبنا رياضه يعني برضو عارفين انه احمال التدريب علشان تقدر تساويها في مران المفروض ان هو انه النهارده المران الاساسي للمباراه، بكره بيبقى مران مش بشكل يعني خفيف مش طبعا، بيبقى بشكل خفيف بتحط الملامح. اعتقد ان دي فيها صعوبه كبيره، ودي مباراه مرتقبه زي ما حضرتك عارف، مباراه كل الجماهير سواء في الاهلي او في الزمالك بتبقى عايزه فيها المكسب، مباراه طبعا مهمه ما ينفعش فيها التعادل، مباراة على جائزة مالية كبيرة، مباراة في أجواء جماهيرية كانت محروم منها الناديين على أرضهم، مباراة فيها زخم إعلامي زي ما احنا شايفين كل لحظة والتانية سواء هنا أو في القنوات الأخرى الناقلة. طبعا قناة أبو ظبي الحقيقة عاملة احتفالية وعاملة يعني ترويج سياحي لمصر، أعتقد أنه لو وزارة السياحة حبت تدفع ملايين علشان تعمل هذه الأجواء أنا طبعا بحييهم، بحيي زمايلي وأصدقائي اللي هناك الحقيقة مقدمين صورة جيدة. عشان كده بتمنى أن المباراة تخرج بشكل كويس فنيا بقى. أعتقد أنه التفكير مش في المباراة بس، ولكن فيما هو آت من أحداث زي ما الكابتن حسام قال، إحنا عندنا أفريقيا، عندنا الدوري، عندنا كأس مصر. أنت مشوار طويل جدا ومحتاج يعني لعيبة كتير ومحتاج طبعاً. حتى اللاعبين اللي جم. خلينا نتكلم برضو على الزمالك، محمد حلمي كابتن حلمي لما مسك الزمالك ما كانش عنده فرصة قبل المباراة الأخرى، مسك قبل يمكن ماتش الأهلي بأيام قلائل، ولكن أعتقد إن الفرصة أتيحت ليه في مرحلة الإعداد، لكن برضو عنده نفس الشيء. احمد فتحي بيقول لك علي جبر اداني يعني كوع في صدري مش عايز اتنفس، ده وهو بيلعب معاك لما يلعب ضدك بقى هيعمل ايه؟ صحيح، خاصه لو فتحي بقى لعب مهاجم. لا هي روح حلوه، هي كانت موجوده طبعا في طبعا طبعا في طبعا يعني شفت ازاي الانسجام اللي ما بين حجازي وعلي جبر، يعني كان الحقيقه اداء مميز، ونتمنى ان شاء الله باذن الله ان هم يواصلوا عطائهم للمنتخب ان شاء الله عشان نحقق هدفنا ان شاء الله في الوصول. زي ما كنت سالتك سؤال بخصوص يعني نتيجه المباراه في الدور الاول او نهايه الدور الاول، هل تؤثر بشكل كبير في نتيجه المباراه او شكل المباراه في مباراه السوبر، خصوصا يعني وقت قصير؟ ما احنا ما يعني انت عارف انه الاهلي او الزمالك يعني عايز يكسبوا، ما فيهاش هزار، حتى لو المباراه دي مباراه وديه او مباراه خيريه. صحيح. او اي حاجه، حتى لو في لعيبه من اي ناديين بيلعبوا مباراه، لكن انت بتتكلم على طبعا جهاز فني كان متولي في النادي الزمالك، كان متولي المسؤولية قبل أيام وتعرض للهزيمة بهدفين، في عايز طبعا يرد، النادي الأهلي عايز يؤكد استمرار تفوقه، عايز يؤكد أنه هو هيرجع تاني مستمر على القمة. طبعا الأهلي عنده 45 نقطة وفارق طبعا عن الزمالك بحوالي 11 نقطة، فأنت بتتكلم على صراع أكيد هيبقى في حسابات الجهاز الفني للفريقين، أنه احنا كل واحد فيهم ازاي بياخد خطوات على الاخر، او مش عايز اقول يعني او بيحقق بطولة او تقدم على الاخر، وغالبا بتبقى برضو المباراة دي ليها حساباتها عند اللعيبة. توقعاتك طب استاذ ايمن بقى في عند اللعيبة، توقعات المباراة، توقعاتي ان المباراة تبقى مباراة قوية ويبقى فيها ان شاء الله عدد من الاهداف. المانشيت الاخير، المانشيت الاخير سوبر مصر ان شاء الله في ارض النصر، في ارض الامارات، في استاد البطولات، في استاد محمد بن زايد. شكرك استاذ ايمن، نورتني وشرفتني النهارده قناه الاهلي، يعني مستمتع ان انا اخويا الكبير واستاذ ايمن بدر رئيس تحرير اخبار الرياضه موجود معايا في الاستوديو. بشكرك استاذ ايمن، انا اللي سعدت بيك وسعدت باللقاءات اللي كنا فيها وسعدت بالساده المشاهدين، ان شاء الله نلتقي باذن الله دايما في الخير. اكيد يعني اكيد مكملين معاكم في تقرير دلوقتي كابتن شادي عمله مع طبعا صحفيين في مؤسسه سكاي سبورت، واكيد بعد الفاصل كنا قلنا يعني اطمنوا على مروان من خلال فيديو على هاشتاج اطمن على مروان على صفحة النادي الأهلي، قناة النادي الأهلي على الفيسبوك، أكيد مكملين يعني حاولوا تبعتوا وتتفاعلوا. بعد بقى التقرير إن شاء الله هيكون كابتن ميدو نجم مصر، هيكون معاه بقى مروان محسن أخويا الصغير ونجم النادي الأهلي ونجم منتخبنا الوطني، اطمنوا عليه من خلال كابتن ميدو.